قبل اللقاء تكلمنا على الأندية، وهذا يحب الاتحاد، وهذا يحب الأهلي، وهذا يحب النصر، وهذا يحب الهلال، وهذا يحب برشلونة، وهذا يحب ريال مدريد، وهذا يحب أرسنال، وهذا يحب مانشستر، والثالث يحب له فتاة، والرابع يحب له بنت. لكن المؤمنين عندهم أعظم حب وأشد حب، حب من؟ حب الله. لكن للأسف هناك من حب لناديه أعظم من حب لله، وهناك من حب للشهوات أعظم من حب لله، بل يجعل شريك لله هذا المحبوب. والمؤمن اللي مثلك، والخير اللي مثلك، والطيب اللي مثلك أعظم حب وأشد حب في هذا القلب، حب من؟ حب الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. أندادا إيش معنى أندادا؟ إيش معنى شبيه؟ شبيه، شريك، شريك. ومن الناس من يتخذ ند، من يتخذ إله، من يتخذ شبيه، مثيل لمن؟ لله. ممكن هذا الشبيه، ممكن هذا الند يكون صنم، ممكن يكون إنسان، ممكن يكون نادي، ممكن تكون بنت، ممكن تكون شهوة في قلبك تجعلها مثيل وشبيه لمن؟ لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب.